وما المقصود بأيام التشريق ولماذا سميت بذلك؟ أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، وسميت بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم لكثرته ويعرضونه لحرارة الشمس حتى يجف، ثم يحملونه معهم بعد عودتهم من الموسم، وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك. وقيل سميت بهذا الاسم أخذا من قولهم أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل بمنى كما يقول ابن الأثير في النهاية، والمعنى ادخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس كيما نغير أي ندفع للنحر. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل غير ذلك، والله أعلم.